يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد ملجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.